اوكي اذا بالنسبه هلا عندي هون محرك 480 فولت مش عارفين احنا هون انه ستار او دلتا بس ما بيأثر خلص احنا عارفين البي لاين والار قديش الانبوت باور لهذا المحرك رح تكون ايش رح تكون طبيعه الالكتريكال باور في انبوت شو تساوي القانون اللي فرجيتكم اياه المره الماضيه جذر الثلاثه جذر الثلاثه اي لاين بي لاين كوساين ويساوي جذر الثلاثه اي لاين 60 480 وبعدين عندي بوينت 8 فايف تاثر انه لاقي انه ليدنج؟ لا اذا عندي جذر الثلاثه في 60 480 بوينت 8 فايف قديش بيطلع معنا؟ الجواب بيطلع 42 و14 كيلو وات كيلو هاي اذا الانبوت باور طيب شوف اول شيء مطلوب مني اطلع الباور ايرجع هلا الانبوت باور شو اول شيء بنطرح منها؟ ايش اول لوس؟ ستيتر كوبر لوسز اذا عندي الباور اير جاب راح تساوي البي انبوت الكتريكال ناقص الباور ستيتر كوبر لوسز ناقص الباور تبعت الكور مظبوط مش بعديها بصير عندي باور جاهزه تنط عن الاير جاب مظبوط بتذكرين مره الباور اللي حكينا عنها اذا الانبوت باور 42 و400 واط ناقص ستيتر كوبر لوسز شو سبب ستيتر كوبر لوسز ايش هي طبيعه اللوسز هاي اي سكوير ار في ستيتر اذا هذه قيمتها بالحاله هاي 2 كيلو واط او 2000 واط والكور لوسز شو كان سببها ايش طبيعه الكور لوسز هيستريسيس هو وقيمتها هون 1300 واط فبضل عندي باور اير جاب بتساوي 38 و6 بالعشرة إذن هاي الباور اللي عبرت الاير جاب من الروتر للستيتر ايش راح يصير فيها هاي الباور راح تتوزع على قسمين متذكرين ايش هم القسمين لا لا قبل ويندج فريكشن الاير جاب لما تعبر الاير جاب راح تتحول ل تنقسم لتو باورز اول شيء حتى امشي في الروتر ايش راح ينقص عندي تمشي كارنت في الروتر ايش اللوسز اللي في الروتر الروتر كوبر لوسز مظبوط 700 اللي هم بيساووا هما طبعا ممكن احسبهم بطريقتين بس هما لازم اللي عندي الرو البي روتر كوبر لوسز المفروض انها تساوي اس بي الباور اير جاب والباور كونفرتر تساوي 1 ماينس اس بالباور اير جاب او بامكاني استعمل الرقم اللي معطيني اياه هون مباشره اللي هو 7000 احنا عندنا سليب هون مش معطينا السليب اذا ممكن من الطريقه هاي احسب السليب واضح الفكره وبقدرش استعمل الطريقه هاي حتى احسبها لانه مش معطيني السليب اذا عندي روتر كوبر لوس انا عارفها 700 اذا راح يصير عندي هلا الباور اير جاب راح تنقسم قسمين باور اير جاب ناقص باور روتر كوبر لوسز راح تساوي الباور كونفرتد مظبوط هاي راح تضل عندي كونفرتد باور يعني كونفرتد باور بتساوي الباور اير جاب وبطرح منها الروتر كوبر لوسز قديش الروتر كوبر لوسز 700 إذا صار عندي باور كونفرتد بتساوي 38600 ناقص الباور روتر كوبر لوسز اللي هي كانت 700 بضل عندي 37900 المفروض مش هيك 37.9 كيلو وات لاحظوا من هون انا بقدر احسب السليب اذا بدي ماشي واضح فاهمين ليش؟ لانه هذا عندي هاي عندي فبقدر اس احسبها منها الروتر كوبر لوسز على بي اي جي اللي هي قديش تطلع لو بدنا نحسبها بالحاله هاي اس بتساوي 700 على 38600 والله حد يحسب لنا هذا مش محسوب عندي هون السؤال قديش بيطلع السليب بيننا 0.1 0.0 0.0 يعني تقريبا 1% السليب طيب هلا المطلوب بالسؤال ايش بعدين؟ عندي باور كونفرتد هي حسبنا الباور كونفرتد عندي 37 هلا عندي بي اوت قبل ما احسب البي اوت اللي هي هذا التورك اللي طالع طب شو الفرق بين التورك اللي ناتج عن الباور كونفرتد والتورك اللي طالع لبرا؟ في فريكشن ويندج تمام واضح الفكره؟ انا الباور كونفرتد راح تعطيني تورك على الشاط بس التورك على الشاط لازم اول شيء اطرح منه قد ايش؟
الفريكشنال ويندج مش هيك، في فريكشن في المحرك قبل ما يتوفر عندي تورك برا. اذا التورك بي اوت راح تطلع عندي هي بي كونفرتد ناقص بري فريكشنال ويندج استري مهمل. اذا راح يكون عندي هون 37.9 كيلو واتس ناقص 0.6 راح يضل عندي 37.3 كيلو واتس. هذه هي الميكانيكال باور اللي طالعه برا اللي هي 37.3. كيف الان بحسب التورك؟ صار عندي بي اوت شو بتساوي؟ هذه طبعا ميكانيكال باور جاهزه بتساوي تورك اوتبوت مضروب في اي سرعه؟ الاسينكرونس سبيد مش هيك؟ مش طالب مني ايش؟ مش طالب؟ مش طالب مني التورك لازم نحسب، احنا بس بذكائنا بنقدر نحسبها مش هيك؟ بس بدنا البول بدنا عارفين السينكرونس سبيد، ما عندناش عدد البول صحيح، ما عندناش سينكرونس سبيد، ما بقدرش صحيح. اذا عندي الافشنسي الان جاهزه شو بتساوي؟ 37 300 على الانبوت قديش كانت؟ 400 بتطلع معي اللي تقريبا بتكون بالتسعينات 88%. اذا هاي الافشنسي اللي هي الاوتبوت ميكانيكال باور على الانبوت الكتريكتيف.